من اليابان إلي. أهلا بيكم، أحب أعرفكم نفسي أولا. أنا طارق شعبان، عضو مؤسس في فريق مونستر فيشنج تيم. أنا بحب وهو صيادة رياضة صيد الأسماك، وبتعامل مع زين ماركت إن أنا بحب أشتري منه منتجات صيد الأسماك لأن بتبقى متوفرة بسهولة وبسعر مناسب. وزي ما انتم شايفين أنا جايبين منتج من هناك دلوقتي. أنا بمارس رياضة صيد الأسماك بقالي فترة طويلة جدا، أنا ومجموعة أصحابي وأصدقاء. وطبعا لا يخفى على احد ان شركه شيمانو من الشركات العريقه جدا في المجال دوت، وانا مهتم بالمنتجات بتاعتها بقالي حوالي 3 سنين دلوقتي. هي هوايه جميله جدا، في جزء منها كهوايه وفي ناس بياخدوها كاحتراف كرياضه بيمارسوا فيها نوع من الرياضه وليها متطلبات وشروط خاصه. طبعا في على مستوى العالم كله ناس بتمارسها في كل مكان، وفي انواع كتير من الرياضه ديت زي مثلا الجيجنج والكاستنج والبوبينج وطرق تانية جديد كتير، سواء بتمارس في المياه المالحه او المياه العذبه. زين ماركت هو موقع موجود في اليابان، فبقدر عن طريقه ان انا اشتري منتجات يابانيه اصليه بسعر مناسب وبسهوله في سهوله ان هو يوصله لي فترة زمنية مناسبة. لينا أخو صديق لينا مقيم ومتزوج وبقاله حوالي سنتين ثلاثة مقيم في اليابان. أنا ما كنتش بعرف أتكلم اليابانية، بس حاليا بحاول أتعلمها وتعلمت كلمة جديدة زي أراجيتو جوزايماس زين ماركت،